اطلبوني تريد بزاف راني لهيو طلبوني عودة ثانية محبين وعشاق الكرة الحديدية في الربع النهائي لا كلاس. جمهور غفير جدا جدا. الضربة كانت موفقة الحسين أقبى جوج مقابل جوج في هذه المباراة هذه. ضربة كانت موفقة مصطفى أكلوف جوج مقابل جوج مباراة تمن النهائي الجائزة الأولى بمعنى التروفي حسن المنتخب المغربي ألف يواجه أبطال النادي المكناسي القضية أمامنا علي المكاوي الآلة ديال مدينة سوق الأربعة. جميل ورائع يا رجل فوتوكوبي كولور تكور تقيم مباراة تعدكم بالفرجة مباراة تعدكم بالمتعة يا عشاق ومحبين يا يوسف يا طوبان يا ابن مدينة القنيطرة المقيم في دولة النرويج. رائع مصطفى أكلوف جميل جوج مقابل جوج المباراة هذه ديال الثمن النهائي الجائزة الأولى برمي كونكور تروفي حسن دو في النسخة ديالو النسخة 56 لهذا الكأس الغالية التي انطلقت سنة 1967 تحت عنوان هذه القصة. في سنة 1967 كان الملك المرحوم الحسن الثاني يتجول بالمدينة بمعنى مدينة إفران حينما لمح شبابا وشيوخ يمارسون الكرة الحديدية في الخلاء ويتنافسون بشدة فأمر حينها الكولونيل بني عيش أمر جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني الكولونيل بني عيش بإنشاء كأس الحسن الثاني كل سنة وانطلقت ابتداء من سنة 1967 النتيجة كتغير. اطلع
5 مقابل 2 وهذه تأشيرة موفقة. وكنلعبوا في هذا الكولوار هذا ليميتي من الجهة ديال الشمال ولكن من الجهة ديال اليمين جوار. الور كولوار ليميتي. أمامنا الحسين أقباس في التسديد. الحسين أقباس 5 مقابل 2 تفوق ديال الثلاثي المكناسي الكوضيم مصطفى أكلوف جمال العوادي ضربة ولا أروع أم بالي جست حدا البوشو. الحسين أقباس سيني الحسين أقباس. بالنسبة للثلاثي المكناسي الممثل مصطفى أكلوف جمال شليح بمساندة لاعب المنتخب الوطني يوسف صغير. مباراة هذه ديال تومون نهائي الجائزة الأولى بريمي بري كأس الحسن الثاني التروفي حسن دو. التروفي حسن دو. جميل ورائع يا ابن مدينة تالسينت بين قوسين تايلاند المغرب. تايلاند المغرب. 5 مقابل 2 المباراة هذه ديال التومون النهائي اللي غادي تكون ملعوبة 11 نقطة. 11 نقطة هي اللي غادي تكون فاصلة بين ثلاثي الكوديم وثلاثي المنتخب المغربي ألف محمد أجود الحسين أقباس وعلي المكاوي. وي صديقي حسين الفيلالي أتفق معك. النسخة هذه 56 غادي تبقى في التاريخ صراحة. والرجال ويرجع الفضل للرجال والمكونات ديال النادي الرياضي الإفراني للكرة الحديدية وعلى رأسهم جبار محمد رئيس النادي. عمل جبار اسم على مسمى. عمل جبار. ومرحبا بك صديقي. أين أنت يا فؤاد؟ كنت تنادي بالمباراة المباراة ديال تومون النهائي. كنت تنادي أين أنت يا فؤاد؟ كنت تنادي وتلح بشكل كبير. تأشيرة كانت موفقة ابن مدينة صفرو جمال شليح بطل المغرب سنة 1996 بمدينة القنيطرة بنادي سجبيكا مدينة إفران صراحة سياحيين اللي كتوفر في انتظار الضربة الثانية ابن مدينة قرامة. الله أكبر الله أكبر. ما هذا يا الحسيني أقباس كشرت عن الأنياب من خلال 2 ضربات كانوا موفقين. مدينة إفران إفران بالأمازيغية يعني الكهوف وكانت تسمى سابقا مدينة إفران أورتي أورتي بالأمازيغية يعني الحديقة. وفعلا إفران مدينة رائعة مدينة خلابة ويطغو عليها اللون الأخضر اللون الأخضر. وأنت كنت غير موفق يا مصطفى يا أكلوف كنت غير موفق. فوباي فوباي بنادي سي ام سي بي. شكرا شكرا يا بطل يا يونس يا يوسف يا طوبان. مدينة إفران سياحيا تمتاز بعين فيتال وكذلك محطة مشليفن للتزحلق والعديد من البحيرات وكذلك منبع للماء يسمى رأس الماء. وكذلك مدينة إفران مشهورة بالأسد ديالها أو هو عنده الاسم ديال أسد إفران أو أسد الأطلس ويتواجد في وسط مدينة إفران. وحسب السكان القدماء للمنطقة ومذكرة المقيم العام الفرنسي ليوطي هذه قصة الأسد. هذه قصة يوسف الصغير اللي كان اللي ما كانش موفق في الضربة هذه للبوشون. وهذه أمامكم قصة أسد إفران. فإن الفرنسي جون أونري مونرو وهو من قام بنحت الأسد وهذا الفرنسي وهو من أصول مدينة بوردو وانطلقت عملية النحت ابتداء من شهر مارس سنة 1930 ودامت إلى غاية نهاية شهر أبريل. وكان هذا النحت هذا ديال هذا الأسد هذا على صخرة تبلغ 7 أمتار طولا ومتر ونصف عرضا ومترين من العلو. ألور هذا هو الأصل ديال الأسد أسد إفران. هذا هو الأصل ديالو. والنحات اللي كان هو فرنسي جون أونري مونرو. جون أونري مونرو من أصول مدينة بوردو الفرنسية. وكذلك الإخوان
مدينه افران وخاصه عين فيتال تمتاز بواحد النوع من السمك رفيع وهي سمكه لاترويت. سمكه لاترويت. على ما أظن هناك غلة للمنتخب ألف، هناك غلة. خمسة مقابل ستة التفوق كيرجع للمنتخب المغربي ألف. خمسة مقابل ستة في هذه المباراة، هذه المباراة ديال التومون النهائي البريمير بي بريمير بري كأس إفران كأس إفران كأس الحسن الثاني. التأشيرة كانت موفقة من المايسترو محمد أجود. وي مباراة ديال التومو النهائي تروفي حسن دو بريمي بري. ضربة كانت موفقة، مصطفى كان موفق في الضربة هذه. ستة مقابل خمسة التفوق كيرجع للمنتخب المغربي ألف. محمد أجود، علي المكاوي، الحسين أقباس ينازلون مصطفى أكلوف، يوسف صغير وجمال الشليح الكوضي. التأشيرة الثانية كان موفق كما عودنا المايسترو محمد أجود. انتظار الضربة الثانية ابن مدينة تاسينت. الضربة الثانية ما كانش موفق مصطفى أكلوف. الضربة الثانية ما كانش موفق. في انتظار ردة الفعل المايسترو ابن مدينة القنيطرة لاعب المنتخب الوطني يوسف الصغير. رائع وجميل يوسف، ولكن كيبقى لافونتاج بارتير بالنسبة لثلاثية المنتخب المغربي ألف. محمد أجود، علي المكاوي، الحسين أقباس. وكيبقى هاد الدوري هذا وهاد التروفي آخر تربص المنتخبات المغربية اللي كانوا مشاركين هاد النهار، ثلاثة ديال الفرق المنتخبات المغربية، الفريق النسوي وكذلك الفريقين ذكور ألف وباء. وفي هذه الأثناء الفريق باء محمد حسي، أنس عرعور وكذلك أيوب نجم يواجهون ثلاثية أمل الحاج بليطو، يواجهون ثلاثية نادي بلدية العيون سيدي مليوك مصطفى أسرار. جمال كان موفق، جمال شليح كان موفق. خمسة مقابل ستة التفوق ديال المنتخب المغربي ألف على حساب الكوضين. مباراة التومون النهائي بريمي بري كأس الحسن الثاني، جمهور غفير جدا وجمهور رائع وراقي. منظر صراحة منظر جميل ورائع، يؤتت هذا النادي بجمهوره الطيب والرائع. جميل 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 ورائع يا ابن مدينة قرامة. أبريس لتافيلات، أبريس لتافيلات، ما هذه المستويات، ما هذه الروعة في الأداء. في انتظار ردة فعل المكناسيين وبسند ودعم
لاعب نادي لاسين بير الرباطي يوسف الصغير لاعب المنتخب المغربي. يوسف قال له نقص لاكا. جميل ورائع، ردة الفعل كانت قوية من ابن مدينة القنيطرة وبالضبط دوار ولاد بورحمة. 6-5. لو برومي فواياج كان موفق ابن مدينة قرامة لاعب المنتخب المغربي في انتظار لو دوزيام فواياج الحسين أقباس. في انتظار لو دوزيام فواياج. لو دوزيام فواياج ما كانش موفق شي كاكورا. لو دوزيام فواياج ما كانش موفق شي كاكورا. يوسف الفرنسي قاضي الغرض، يوسف الفرنسي غادي يلعب الربع النهائي. السكور ديال المنتخب يلاه بداو. هادي لا بريمير مان يلاه بدا. الله اكبر الله اكبر يا ابن مدينه سوق الاربعه كان موفق. كيضرب على جوج، راه معايا واحد الدوبول ديالهم كيضرب على جوج. علي مكاوي راه كيضرب على جوج. الور دابا عندهم دو بوان في الارض. ثلاثيه المنتخب المغربي الف عندهم دو بوان بارتير. وعلي المكاوي مازال له كره. علي المكاوي كيضرب على دو بوان. علي المكاوي عندهم 6 في السكور. علي المكاوي كيضرب على دو بوان وعندهم 6 في السكور. علي المكاوي كياخذ الوقت ديالو كامل. علي ما كانش موفق وكيخلي ان بوان شي كاكورا وكيخلي ان بوان. الثلاثيه المكنسيه والسكور كيتغير وكيولي 6-6. 6-6. حان اذان صلاه العشاء حسب توقيت مدينه ازرو وافران. اللهم تقبل من جميع المسلمين والمسلمات. غادي نعطيكم واحد الصوره على الجمهور الاخوه الحاضر. غادي نعطيكم واحد الصوره على الجمهور الحاضر. مقابل 6 عودة ثانية لمجريات مباراة الثمن النهائي. النادي المكناسي القديم ينازلون المنتخب المغربي ألف. مباراة هذه اللي كتدخل في الأطوار ديال دور الثمن النهائي. والتذكرة إخوان هاد الدوري هذا دوري الكأس الحسن الثاني اللي كنعرف المشاركة ديال 335 ثلاثية. 335 ثلاثية. الحسين أقباس بتسديد. الحسين ما كانش موفق. الحسين ما كانش موفق. غادي نعطيكم الإخوان بعض العناوين على الأبطال اللي كانوا فازوا بهذا الكأس هذه الغالية التروفي حسن دوس سنة 1979. ثلاثية أمل مفيد، قنون عبد الرحيم، كمال فريد، عصبة الشاوية. سنة 1983 المعطاوي مصطفى. الضربة الثانية كان موفق الحسين أقباس. سنة 1983 المعطاوي مصطفى. الرغيوي إدريس باسكال، عصبة الشاوية. سنة 1984 عزيز شكري، أميد عبد الرحيم، التوابي خالد، عصبة الشمال. سنة 1991 الإدريسي عبد الملك، أصمويل مصطفى، وكذلك أصمويل مصطفى وكذلك غبانة الحسن، عصبة الشمال. سنة 1900
1984 سعيد المدن عصبة الشمال، سنة 1994 بودرار حماد غرابي الأب وكريم بن عودية عصبة الشمال، سنة 1993 كذلك سعيد المدن دائما عصبة الشمال، سنة 1995 بودرار حماد وعيش حميد وعزيز بن عبد الله عصبة الشمال، سنة 1996 جواد الدمنتي عبد الله مموح الجلالي الجوهري عصبة أطلس السيس، سنة 1997 الحسيوي مصطفى أوريش رشيد أنيس الحلو الله يرحمه عصبة أطلس السيس، سنة 2001 يوسف العساوي جمال شليح حسن إفلاحن دائما عصبة أطلس السيس، سنة 2004 العويجة عبد اللطيف الحاج الوادي البقالي محمد عصبة الوسط، 2009 العلاوي حفيد أجود محمد المنقاري عبد الصمد عصبة الوسط، 2010 أجود محمد طارق أوزير بن مرزوق حميد عصبة الوسط، 2010 الدخيسي هذه بالنسبة لأول كأس وآخر كأس اللي كانت تنظمات بالنسبة الفئة النسوية، لطيفة الدخيسي الدودي نجات والدريوش عزيزة وكانوا يمثلون عصبة الوسط، الرجاوي هشام بن عصر محمد شليح جمال عصبة أطلس السيس سنة 2011، العلوي حفيد أجود محمد المنقاري عبد الصمد عصبة ولا أروع يا مصطفى أكيد ولا أجمل، العلوي حفيد أجود محمد المنقاري عبد الصمد عصبة الوسط سنة 2012، سنة 2013 حموشن عزيز علي المكاوي أكلوف مصطفى عصبة الوسط 2014 المعطاوي محمد الشوبي المهدي الشوبي عادل عصبة الوسط 2015 العلوي حفيد أجود محمد علي المكاوي عصبة الوسط 2016 الحبشي رشيد المنقاري عبد الصمد خالد النار عصبة الوسط 2017 أجود محمد المهدي السباعي حمزة خربوش عصبة الوسط 2018 الغازي رشيد الغازي رضا إبراهيم معزوز عصبة أطلس السيس وسنة 2019 أجود محمد علي المكاوي بن عصرو محمد وسنة 2022 عزي عبد الرحيم بالقاسم أعطى والحسن عزي عصبة أطلس السيس ألور هذه بعض النتائج ديال الأبطال ديال هذا الكأس هذه كأس المغفور له الملك البلاد الراحل الحسن الثاني هذه مباراة ديال الثمن النهائي المنتخب المغربي ألف يواجه أبطال النادي المكناسي الكوضي بالنسبة النتيجة ديال المنتخب المغربي ألف منهزم بحصة 5-0 أمام ثلاثية مصطفى أسرار ثلاثية اللي كتمثل عصبة الشرق وبالضبط نادي بلدية العيون سيدي ملوك ثلاثية مصطفى أسرار عصبة الشرق بلدية العيون سيدي ملوك يوسف كان موفق كيضرب وكيدير أمبالي حدا البوشون 6-6 على ما اظن عصبة الوسط البنات اللي ربحوا عصبة الوسط كانت معنا عزيزة الدريوش 2010 عزيزة الدريوش والداودي نجات والدخيسي لطيفة على ما اظن عصبة الوسط السكور هنايا 6-6 في هذه المباراة ديال الثمن النهائي المنتخب المغربي ألف يواجهون النادي المكناسي الكوضه المباراة هذه غادي تكون ملعوبة على 11 نقطة سيس باغتو شيغ امي جوزيف كورتيس ضربة كانت موفقة قدا الغارة ضربة على جوج وي ثلاثية الإناث اللي كانت كتمثل المنتخب المغربي تقصات في دور 64 دور الآن 64 تقصوا أمام واحد ثلاثية من عصبة الشرق
نادي تواصل توريرت ثلاثية حميد بهلول. النتيجة هنايا 6-2. لو ان ويتيام برومي كونكور. الضربة الأخيرة جمال شليح. جمال شليح كيضرب على دو بوان. وصول مدينة صفرو. جمال شليح كان موفق. جمال شليح كان موفق بشكل كبير. شوية البارطاج الإخوان. المباراة تستحق تستحق وبشكل كبير. جمال شليح كان موفق المؤشر الأول ديال الفريق المكناسي الكوري. جمال شليح كان موفق. مدينة إفران. إفران يعني بالأمازيغية الكهوف. مدينة إفران التي تنتمي إلى جهة فاس مكناس. مدينة إفران التي تقع بجبال الأطلس المتوسط. العدد السكاني اللي كيبلغ في مدينة إفران اللي كانت تحصى سنة 2014 حوالي 14659 نسمة. مدينة إفران التي يبلغ الارتفاع ديالها عن سطح البحر حوالي 1600 متر. وهنا أقصد لالتيتيود، وهنا أقصد عدة أبطال وخاصة في مجال العدو الريفي كانوا يقصدون، كانت الوجهة ديالهم مدينة إفران للتمرن. وهنا أقصد البطلة العالمية زابو الرومانية التي كانت تفضل التمرين في مدينة إفران. مدينة إفران اللي كتبلغ المساحة ديالها إجماليا 3573 كيلومتر مربع. جميل ورائع يا ابن مدينة قرامة. موفق بشكل كبير يا الحسين يا أقباس. موفق. إلى جيتي خيفؤاد مرحبا بك. وجيتي المقابلة رائعة. وجيتي المباراة جد 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 رائعة. الفرجة والمتعة. ستة أبطال صراحة من العيار الثقيل. أبطال مكناس وكذلك أبطال المنتخب الوطني ألف. محمد أجود حديت ولا حرج. علي المكاوي آلف تسديد. الحسين أقباس بريس لتافيلات. الضربة الأولى لو برومي فواياج كان موفق الحسين أقباس في انتظار الضربة الثانية. لا يا الحسين لا، لو دوزيام فواياج ما كانش موفق الحسين. لو دوزيام فواياج الحسين ما كانش موفق. في انتظار ردة فعل الآلة ديال مدينة سوق الأربعة. إلى ما شدك الجدري شدك بحمرون. إلى ما شداتكش الكرة الثانية ديال الحسين تشدك الكرة الأولى ديال علي. شكرا صديقي جمال وتحية للأصدقاء ديال نادي المدينة زاوية الشيخ. مساء النور صديقي العسال لاليمينيوم والجاج. مرحبا بالصنايعية. مرحبا بكم. الصنايعية كيتفرجوا في الصنايعية ولكن هذه المرة هذه الصنايعية ديال الألمنيوم كيتفرجوا في الصنايعية ديال الحديد. هاد الستة ديال الأبطال كيطوعوا الحديد بمعنى الكلمة. ثمانية مقابل ستة. ثمانية مقابل ستة التفوق ديال مكناس على حساب المنتخب المغربي ألف.
مرحبا صديقي العسال ألمنيوم، مرحبا. وأنا أحيي كل المهنيين، وأنا أحييهم رجال يخدمون المجتمع بشكل كبير. 8 مقابل 6 مباراة ديالتهم النهائي، وأين؟ بسويسرا المغرب. أورتي سابقا وإفران حاليا، أورتي بمعنى الأمازيغية الحديقة، وفعلا مدينة إفران يكسوها اللون والطابع الأخضر. ومدينة إفران تصنف عالميا وعربيا ومغربيا من أحسن الدول نظافة، من أحسن الدول نظافة، وزادها جمالها أهلها، الناس الطيبين، ناس الكرم والجود، وزادها جمالها النادي الرياضي الإفراني للكرة الحديدية، حيث تنظم كل سنة كأس المرحوم الملك الحسن الثاني، والانطلاقة كانت سنة 1969. ما هذا يا أكلوف، ما هذا يا ابن مدينة تلسينس، ولا أروع ولا أجمل. 8 مقابل 6 تفوق المكناسيين، 8 مقابل 6 تفوق المكناسيين على حساب المنتخب المغربي ألف محمد أجود علي المكاوي الحسين أقبات. وي صديقي حسن الحصيري، وي غير موفق، غير موفق، ولم يكن محظوظ المايسترو محمد أجود في هذه الكرة هذه، ولم يكن محظوظ. 8 مقابل 6 صديقي بلال عارف، تفوق ديال الكوديم على حساب المنتخب المغربي ألف، 8 مقابل 6. جميل جميل، ضربة كانت موفقة، نقص كورة وحسم كورته، الله فكر مزيان باش ما يخليش لاكان الثلاثية المكناسية، صراحة فكر مزيان. وي اتفق معك، هاد اللعابة كلشي فازوا بهاد الكاس هادي، كلشي فازوا بها. وي صديقي حسن لهابي الحديد كيتكلم. أمامنا في لو دوزيام فواياج ابن مدينة تلسينت، أمامنا مصطفى أكلوف في لو دوزيام فواياج. غير موفق مصطفى، غير موفق أكلوف لو دوزيام فواياج، وهذا وارد في الكرة الحديدية، وارد جدا. وي الربع النهائي غادي تلعب هذا النهار، غادي نفريوها هذا النهار. الو بالنسبة للبرنامج ديال غدا إن شاء الله صبيحة يوم الأحد، غادي يبقاو لنا جوج ديال الأدوار، دور نصف النهائي والنهائي، دور نصف النهائي والنهائي، وعلى ما أظن أن الانطلاقة غادي تكون مع 9:30 ديال الصباح، نصف النهائي والنهائي إن شاء الله يوم غد الأحد، ودائما مباشرة من سويسرا المغرب مدينة إفران. مدينة إفران الاسم الحالي والاسم السابق أورتي. وي الربع النهائي غادي تلعب أخي يوسف، الربع النهائي غادي تلعب هاد الليلة، غادي تلعب الربع النهائي. الوغ غدا في الصباح ان شاء الله غادي يبقى لنا غير الدومي فينال والفينال، نصف النهائي والنهائي، غدا صباحا يوم الاحد. ودائما اتحدث عن ملاعب النادي الرياضي الافراني للكره الحديديه، ودائما اتحدث عن سويسرا المغرب افران.
وي صديقي النوالي، صوت رائع، تلاوة القرآن الكريم. وأنت كريم يا محمد يا أجود، أضفت النقطة الثانية وكيولي التعادل كيفرض نفسه. متحضر بشكل كبير. وي صديقي العسال، نهائي قبل الأوان. ثمانية مقابل ثمانية، ثمانية مقابل ثمانية في هذه المباراة ديال الثمن النهائي البريمي بري كأس الحسن الثاني، التروفي حسن دو، وفي النسخة هذه النسخة 56. مرحبا بك، مرحبا بك صديقي مصطفى ليزيد، الجالية ديالنا التازية المقيمة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. سكور شيغامي جوزيف 8 بارتو، 8 بارتو لا بارتي دو ان ويتيام، ان ويتيام بريمي كونكور تروفي حسن دو. بالنسبة للمباراة ديال الثمن النهائي المنتخب المغربي باء من هزمين بحصة 6 مقابل 0 امام ثلاثية مصطفى اسرار اللي كتمثل النادي البلدي، نادي بلدية العيون سيدي ملوك عصبة الشرق، 6 مقابل 0. مصطفى ضرب جوج تاكوطي، ما كانش دروا، مصطفى ضرب جوج تاكوطي بكيلكو مليمتر. مرحبا سي عثمان وحرا، مرحبا بعمال المطارات في المملكة المغربية. مرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال الشقيقة ليبيا. النتيجة 8، أوه رائع رائع يا ابن مدينة تلسينت، رائع، عوض الضربة الأولى اللي كانت خاطئة، والضربة الثانية كانت فوتو كوبي كولور بالفرنسية وتاكور تقيم بالأمازيغية. مرحبا سي كمال السهلو، مرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال تول دو فرانس. ثمانية مقابل ثمانية المباراة هذه ديال الثمن النهائي البريمي بري تروفي حسن دو، ملعوبة على 11 نقطة، 11 نقطة هي اللي غادي تبين لنا شكون الثلاثية اللي غادي تمر لدور الربع. الضربة الأولى ديال الحسين أقباس ما كانش موفق، في انتظار الضربة الثانية لو دوزيام فواياج الحسين أقباس. الضربة الثانية كان موفق والبوشون كيت انيلا وكتبقى النتيجة كما هو عليه 8 مقابل 8. ويستحقون هادو 6 ديال الأبطال صراحة من العيار الثقيل، ونفتخر بالأبطال ديالنا المغاربة ونفتخر بهم. شوية هاد البارطاج الإخوان الله يرضي عليكم في الجروب، ما تبغينا البارطاج. مرحبا. مرحبا بالرئيس ديال النادي، نادي المكناسي، النادي العريق، مرحبا بك الحاج زيدان العلوي. صراحة الأبطال ديال النادي المكناسي
كيبقاو مثال ديال الانضباط وكيعطيو الصوره الجميله ديال هذا النادي العريق، النادي المكنسي بالرجال ديالو والمكونات ديالو. مبلغ صديقي علي، مبلغ 8 مقابل 8. بالنسبة للفرنساوي غادي يلعب الربع النهائي يوسف جيمي كابيلو. يوسف جيمي كابيلو كذلك قدم مستويات رائعة هذا المساء. هذا حقك الشرعي رئيس النادي المكناسي القديم، هذا حقك الشرعي بما أنكم تقومون بعمل جبار والنتائج ها هي على الملاعب. صورة جد طيبة وجميلة للأبطال اللي كيمثلوا النادي المكناسي أخلاقيا ومستويات وألقاب أينما حلوا وارتحلوا على الصعيد الوطني. لا الجو رائع صديق عبد الرزاق عريبات، الجو رائع وجميل، جو صيفي جميل جدا، والأجواء هنا رائعة بملاعب النادي الإفراني للكرة الحديدية. يحييك يا رئيس النادي المكناسي القديم مصطفى أكلوب الضربة الحاج زيدان العالم. ضربة كانت موفقة 8 مقابل 8. السؤال سيبقى مطروح، لمن سيؤول التأهل لدور ربع النهائي؟ هل للمنتخب المغربي آلف أم لأبطال النادي المكناسي القديم؟ هذا السؤال الذي سيبقى مطروح أمام الأصدقاء ديالنا في مدينة خريبكا العالميون. لمن سيؤول تأهل؟ السؤال المطروح حاليا بملاعب النادي الرياضي الإفراني للكرة الحديدية. ما هذا يا رجل؟ ما هذا يا رجل يا مايسترو يا أجود؟ الصناعة ديال التأشير محمد أجود. الرجل كيما هز لابورتي كتنزل حدا البوشون، عارفة العنوان، عارفة لادريس. مرحبا بالأصدقاء ديالنا ديال عاصمة الراي مدينة وجدة. مرحبا بالإعلامي ديالنا المرموق الخلوقي محمد ابن مدينة القنيطرة، مرحبا بك صديقي. 8 مقابل 8. مصطفى كان موفق، قضى الغرض، ديكاجا كرة، هذاك هو المطلوب. ألور عندهم جوج النادي المكناسي، واش كرة ماتت ولا لا؟ روح رياضية كبيرة من لاعب المنتخب المغربي ألف، قال له كرة ماتت صافي راه ماتت، روح رياضية عالية. جمهور رائع الإخوان، بحال اللي راني حاضر شي مباراة ديال كرة القدم. المانشستر لعبة مع السيتي. من جمهور رائع، نادي جد 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 جميل. الوغ هادو هما الحوايج اللي بغينا في الملاعب ديالنا، هما هادو الحويجات اللي كنقلبوا عليهم، هذا هو المستوى اللي بغينا في الفرجة، في اللعب، في التنظيم، هادشي اللي بغينا إن شاء الله. والأمور تبشر بالخير إن شاء الله. صديقي هشام أوريش، النتيجة 8 مقابل 8، وتأشيرة كانت موفقة من أيادي الآلة ديال مدينة سوق الأربعة، علي المكاوي. نتيجة مشرفة للثلاثيتين. مستوى جد رائع، مستوى جد راقي. والموعد كانت مدينة سويسرا المغرب. والموعد كانت مدينة أورتي سابقا، والموعد كانت مدينة إفران حاليا. إفران بالأمازيغية يعني الكهوف. وي ملعب التنس صديقي جمال، ما كذبتيش. جمهور راقي صراحة ومتحضر وعاطي الاحترام واحد الشكل كبير لهاد الأبطال هادو. وي كيشجعوا اللاعب، كيشجعوا المستوى ديال اللاعب.
وي هذا ديربي اخي في بابيتونك، هذا ديربي ديربي جميل ورائع. الور الصغير لعب كوم كوا جوكر، كيساند الاصدقاء ديالو في النادي المكناسي الكل، وهذا حقه الشرعي جوكر، هذا حقه الشرعي، يخول له القانون ذلك. والصغير كان موفق، ديكاجا كورا بور لو بوان، الصغير كان موفق. على ما اظن هذه المباراه هذه ما فيهاش شي خاسر، على ما اظن هادو بسته سته ديال الابطال كيستاهلوا صراحه، ما كاينش شي واحد خاسر كيلك سوا كيما بغات تكون النتيجه، كيبقاو هاد سته ديال الابطال صراحه في النظر ديالي انا شخصيا سته بهم متواجدين، مستويات اخلاق صراحه، طيبوبه احترام، برافو برافو. وكذلك في الجانب ديالي، في الجانب ديالي المباراة ديال الثمن النهائي المنتخب المغربي بي باء يواجهون ثلاثية مصطفى أسرار عن عصبة الشرق، نادي بلدية العيون سيدي ملوك، كما يقول الفرنسيين لابو نوي، وكما يقول أبو ملك كرة شربت الماء، الكرة الثانية ديال علي المكاوي، وهادشي هادشي صريف بالنسبة لابيتون. كنت موفقا في التحليل صديقي حسام المكناوي، تحليل منطقي وقانوني، اورليك ان جوار اورليك بمعنى جوكر. الور بالنسبه لثلاثيه المنتخب المغربي حاضر معاهم الديريكتور تكنيك سي نور الدين قطبي، حاضر كيعطي التعليمات ديالو، قال الحسين اقبس نقص لاكان، والحسين كان موفق، والحسين كان موفق وسمع التعليمات في انتظار ردة فعل المكناسيين، في انتظار ردة فعل أبطال النادي المكناسي الكوضير، 8-8. مرحبا بالأصدقاء ديال النادي سيدي بن نور. عندي لكم واحد الطلب، عندي لكم واحد الطلب جميع الاخوان والاخوات اللي راكم كتشاهدوا هذا المباشر، تمنيت نشوف الرقم 2000 على الشاشه، على الشاشه ديال الهاتف، تمنيت صراحه، عندي لكم هذا الطلب هذا، تمنيت نشوف هذا الرقم هذا غير نشاط، الرقم 2000 البارطاج الاخوان الله يرضي عليكم. جميل ورائع يا ابن مدينة صفرو، جمال الشليح وكيلعب بالالوان ديال النادي المكناسي الكوضير، كان موفق في انتظار لو دوزيام فواياج، في انتظار لو دوزيام فواياج لحسين اقباس. مرحبا صديقي رضوان اغرابي، شكرا شكرا، تمنيت صراحة تمنيت، في انتظار لو دوزيام فواياج، في انتظار لو دوزيام فواياج ابن مدينة قرامة. جميل ورائع يا رجل، قضيتي الغرض، الحسين قضى الغرض، قضى المسؤولية ديالو والمأمورية على ما يجب، برافو. مرحبا بالاصدقاء ديالنا ديال الكره الحديديه في الجاره الجزائر، بغيت البارطاج في لي جروب الاخوان. تمنيت
8 مقابل 8 في انتظار لا ريبريز، لا ريبريز في التأشير جمال شليح. شكرا محمد طه، شكرا. التأشيرة الثانية كان موفق. الور عندهم 8 في السكور وعندهم 1 في الأرض وعندهم 2 في الأرض، هي 10. 10 مقابل 8، 10 مقابل 8. ودائما التفوق مكناسي على حساب المنتخب المغربي آلي. التأشيرة كانت موفقة كما عودنا جمال شليح. التأشيرة كانت موفقة، 10 10 مقابل 8 وحنا كنلعبوا على 11 نقطة. الور دابا الإخوان بقى فيها غير الكاراتي، دابا بقى فيها غير الكاراتي، والمسافة مواتية تقريبا 6 ديال الأمتار إكلك. الور قدر غرض الحسين ولكن كيبقى لافونتاج بالنسبة للثلاثية المكناسية. في انتظار ردة فعل المايسترو ابن مدينة سوق الأربع محمد أجود، لاعب للمنتخب الوطني لعدة سنوات، لاعب منضبط، لاعب مهاري، لاعب ذكي، جميع المواصفات ديال البطل مجموعة في هذا الرجل هذا محمد أجود. الله أكبر، الله أكبر، الصناعة بالتأشير محمد أجود. ولما لا، كيف أن الرجل عشر لسنين طويلة بطل العالم في 3 مناسبات حفيظ العلوي. ولما لا، انت يا عشرتي حفيظ العلوي لسنين طويلة، كيفاش ما تتعلمش مع هذا البطل الكبير الأسطورة لا ليجون ديال لا بيتونغ ماروكان حفيظ العلوي بطل العالم 3 مرات. عاشروا هذا الرجل هذا لسنين طويلة. ما هذا، ما هذا يا ابن مدينة 30، شد كرة كاسكيت، ما كانش محظوظ مصطفى، ما كانش محظوظ مصطفى. والتحية متبادلة مع الأصدقاء ديالنا في الجارة الجزائر، وخاصة الجزائر العاصمة. والتحية متبادلة مع الأصدقاء ديالنا ديال مدينة التفاحة ميدل. أين أنت يا يوسف يا طوبان؟ أين أنتم يا الجالية ديالنا المغربية المقيمة في الخارج؟ أين أنتم أصدقائي الأعزاء؟ لا شكر على واجب، فتح فتح، لا شكر على واجب. دورات اسماعيل جئت متاخرا يا صديقي. المباراه هذه ديال الثمن النهائي الطروفي حسن دو اللي سكور فيها 8 مقابل 10 التفوق ديال الكوديم على حساب المنتخب المغربي الف محمد اجود، علي المكاوي، الحسين اقباس، اصحاب الاقمصه الحمراء واللون الاخضر والابيض. مرحبا بك رفيق تيوتي، ومرحبا بكم الجاليه ديالنا، كنفتخروا بكم الجاليه ديالنا، كنفتخروا بكم، كتعيشوا معنا، كتعيشوا معنا ما هو جميل، وكذلك كتعيشوا معنا المشاكل ديالنا، وانت كذلك جميل صديقي عبد الحق. الاحسن الدغمي بانوا عليكم الامال الجاليه ديالنا عبر العالم، لا الديار الامريكيه ولا الديار الاوروبيه. الفرنسي غادي يلعب الربع النهائي، جميل جميل. حسين اقباس، سمير السعيدي، بانوا الجاليه ديالنا ابناء مدينه مكناس. ارضوان منير، ديار اسبانيا بنقرير. علي الديار الامريكيه. سمير السعيدي، الديار الفرنسيه، ابناء مدينه وجده، مرحبا.
معليش اخويا سمير، وهذه هذه كتبقى الكره الحديديه، وهذه كتبقى رياضه. كاين هناك رابح وكاين هناك رابح في هذه المباراه. كنأكد لك اخويا سمير، هذه المباراه هذه ما كاينش شي واحد خاسر، ربحنا بزاف د الحوايج، ربحنا هاد الابطال بالستان ديال الابطال هادو. مراد المرقوم، الله الله، ابناء مدينه إيموزار كنضربوا. مرحبا بكم الاخوان. فؤاد مدريد، مرحبا. مرحبا بكم الجاليه ديالنا. وهذا فخر لنا ولكم ولوطنكم الحبيب المملكه المغربيه. سي هشام الديار الامريكيه، سي كمال الديار الفرنسيه، مرحبا بكم، مرحبا بكم. 10 مقابل 8 في انتظار ردة فعل الآلة ديال مدينة سوق الأربعة. با 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 با، ما هذا يا علي المكاوي؟ ما هذا يا رجل؟ قلت لكم بقى فيها غير الكاراتي لكم. قلت لكم بقى فيها غير الكاراتي. 10 مقابل 8 المباراة هذه ديال التوم النهائي البريمي كونكور تروفي حسن دو، ملعوبة على 11 نقطة. 10 مقابل 8، لمن سيؤول التأهل؟ لمن سوف أغني أغنية صديقي في الجارة الجزائر حميد بوشعير؟ لمن سأغني؟ لمن سأغني؟ هل للمكناسيين أم للمنتخب المغربي آلي؟ وهذا حق الشرعي في الغناء، وهذا حق الشرعي. وكذلك الديار الخليجية السعودية مصطفى الوافي، مرحبا وألف مرحبا. يوم جميل، يوم رائع في سويسرا المغرب إفران. يوسف كان موفق في انتظار لو دوزيام فواياج، في انتظار لا ريبريز سينيي علي المكاوي. لا مجال للخطأ يا علي، لا مجال للخطأ يا ابن مدينة سوق الأربعة، لا مجال للخطأ. أباروش محمد، رائع 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 وجميل، رائع يا علي، الله أكبر. مستويات جد رائعة، مستويات جد راقية. برافو برافو لا بيتونغ ماروكان، برافو برافو، مستوى مشرف، مستوى جميل. ايوب داكوستا، مرحبا خويا، مرحبا. هذا واجبي، هذا واجبي ان امتعكم. مصطفى اكلوف كان موفق، مصطفى اكلوف كان موفق. والكره الاخيره بين ايادي لوميسترو ابن مدينه سوق الاربعاء، بين ايادي محمد الاجود وصيف بطل العالم سنه 2018 بدوله كندا. والكره الاخيره بين ايادي ابن مدينه سوق الاربعاء وصيف بطل العالم سنه 2018 بدوله كندا. محمد اجود، محمد اجود، كاين هناك جوج ديال الحالات، قاس كرة، قاس كرة وحسب كورتو، الكلام غادي يولي المنتخب المغربي آلي. دارترو التأهل للمكناسيين، والأغنية سوف تكون من نصيب المكناسيين. الور في انتظار ردة فعل محمد أجود، ماذا أنت فاعل يا محمد يا أجود؟ ماذا أنت فاعل يا محمد يا أجود؟ هذا حقك الشرعي يا بطل، خذ وقتك الكامل، وحقك الشرعي قانونيا في الكرة الحديدية دقيقة، دقيقة واحدة. وي صديقي سمير، وي وي. غير موفق،
روح رياضية عالية، روح رياضية جميلة، مباراة جد جد رائعة، مباراة جد جد طيبة. صراحة استمتعنا مع استاد الأبطال، استمتعنا بشكل كبير، والانتصار يعود للمكناسيين، والانتصار يعود للمكناسيين. مصطفى 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 اجي عندي يا بطل، اجي عندي يا مصطفى، بلات واحد دقيقة، عطيولي واحد دقيقة. مصطفى البطل مصطفى خويا، برافو مصطفى، برافو سي نور الدين، سي نور الدين، سي نور الدين، سي مصطفى.